عندنا رجل في القديم في القديم درو بفيت ذهب الى العراق وده عراق هيدا عند قلسه وبعدين رجع الى السعوديه في القديم هذا وده سعودي كتملسه بهالا درونه ما من اقراج وحصل عندما رجع هذا حصلت مشكله في العراق عراق وسط السوق متى بهالا مشكله انا قرت حروب وكذا يتلاي طورنته استكستوا فقال عندنا رجل من المسؤولين عند هلا في النتي على وصو كان يعزم قال لهذا الرجل إيه قلسه قال أنت شؤم على العراق أنت مصيبة كنت في العراق عندما رجعت قضيت على العراق أنت مصيبة يومك وأنت زاب من ورنا أنك ستملس هذا سعودي سلام وانا تاقرات ملو تناقرة قال طيب تمام ما رأيك من دي النوع استعيدة ترسلوني إلى اليهود ودي أيهود لتلك يفلك وأقضي عليهم الناس اللي انت رسالتك تفلق قال له فهمت نعم فهمت يقول لا علاقه لي انا لو لي علاقه انا اذهب الى اليهود اظل عندهم يومين وارجع تنقضي دوله اليهود صحيح قلني الناس قال له انا بمهدي وانا اقر متفا كونه انقدا ودا يهود لي يهود اللي يتفوا من قلني الناس قال له هذا امر ليس بيدي ايه نقر لني بني كان يقر من قلني امر كتبه الله الله سبحانه وتعالى يصافه هذا لو امر بيدي اي دولة تريد القضاء عليها ارسلوني اليها اقضي عليها وارجع بدون اسلحة بدون دبابات يعني من مساريا ودي بنيج بيون نورو ودي عراق ساي ودي ايهودوش نبر مهيدة لما تفات الناس مفهوم؟ نعم